ملف مباراة سان داونز تم غلقه بالكامل، وعندنا مباراة حاسمة يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة، لا بديل أمامك سوى الفوز، لأن خلاص أنت بتتكلم لازم تكون 7 نقط قبل الجولة الأخيرة، وبتنتظر اليوم التالي نتيجة مختلفة، سان داونز يتعادل أو يكسب الهلال السوداني، لأن لو الهلال كسب أعتقد الجولة الستة مش هتكون لها أي قيمة أو نتيجتها هتكون موجودة في الحسبان. لذلك في هذه الفقرة عبر ترند أونلاين ومن خلال السكايب بنروح لأحد الزملاء الإعلاميين اللي بيحللوا مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة بشكل كويس جدا ومتابع بشكل رائع جدا أيضا كمان للكرة الإفريقية، الزميل العزيز أيمن جيلبرتو. أيمن مساء الخير. مساء الخير يا محمد وكل متابعي قناة الأهلي بخير، وإن شاء الله زي ما أنت قلت كده يعني الجولة القادمة تكون بتحمل خير للنادي الأهلي وجماهيره يعني. طيب القطن الكاميروني بلا رصيد من النقاط، خسر كل مبارياته سواء على أرضه أو خارج أرضه، والأهلي سبق ليه لعب في جروة في العديد من المناسبات، والحمد لله يمكن كان بيعود دائما وأبدا بنتيجة إيجابية، حتى المباراة اللي تم إعادتها في اليوم التالي قدر يحقق نتيجة إيجابية أفضل من النتيجة اللي كانت في المباراة اللي تم إلغائها. إزاي الأهلي يقدر يكسب هذه المباراة وإزاي الأهلي يقدر يتعايش مع الأجواء في مدينة جروة؟ زي ما انت قلت الاهلي الحمد لله الفتره الاخيره عموما مع القطن الكاميروني تحديدا في البطولات سواء دوري ابطال افريقيا او حتى لو بنتكلم عن الكونفدراليه النتائج كانت جيده ذهابا وايابا يعني، وكنا بنكسب كمان في بعض المباريات. المباراه اللي انت اشرت اليها دي كانت تقريبا في السيمي فاينال في 2013 لما تعادل تاني يوم عشان خاطر الامطار وقدرنا ان احنا نتعادل يعني نتعادل وقتها. الامور حاليا في جروه افضل للنادي الاهلي لاي حد، حتى اللعيبه نفسها تاريخيا لو سالت اي حد راح جروه قبل كده هيقول لك ان في فرق شاسع ما بين جروه في الفتره اللي فاتت وجروه دلوقتي. الملعب اتحسن كتير، المدينه نفسها تطورت كثيرا، كل ده بفضل طبعا التنظيم الاخير لكاس امم افريقيا. المباراة ستقام في تقريبا الساعة 6، يعني ما فيش برضو الجو بتاع الساعة 3 والمشكلة الأزلية اللي احنا بنعاني منها في السنين الأخيرة، ويمكن احنا بنعاني عموما الكرة المصرية مش لازم النادي الأهلي بس تحديدا في فكرة اللعبة خارج الأرض سواء أفريقيا أو شمال أفريقيا أو جنوب أفريقيا أو أي مكان، يعني الانتصارات بتبقى في ظروف معينة، فالمباراة دي تحديدا الظروف فيها تساعد النادي الأهلي إن هو إن شاء الله يقدر يحقق مكسب. أول حاجة يا محمد إن الفريق ده ما كسبش أصلاً لا على ملعبه ولا خارج ملعبه في النسخة الحالية، فده يعني يوضح لك إن الفريق نفسه بيعاني، يعني الفريق القطن شفناه كلنا في مباراة هنا استاد السلام هو فريق ضعيف جداً، خسر من الهلال، خسر حتى لما سجل أمام الهلال وما قدرش يحافظ على التقدم أو ما قدرش يحافظ وخسر. سان داونز تقريباً في اول المباراه على طول خطفهم بال3 اهداف، فالنهارده النادي الاهلي يعني الاجواء نفسها والظروف تقدر تساعده ان هو يسجل على طول زي ما عمل في مباراه هنا السلام، يسجل بشكل مبكر وينهي المباراه من غير اي تعب عشان خاطر كمان يعني اللي جاي انت طبعا خلاص في توقف دولي ودلوقتي في راحه يعني كويسه، مفيش ماتشات في النص، فانت تقدر هيبقى عندك المخزون البدني والفوارق الفنيه كبيره ان انت تكسب لان لا بديل عن الفوز يعني يا محمد. طيب فريق القطن الكاميروني بيتميز ان عنده اعمار سنيه صغيره وبيلعب بشكل عنيف شويه، يعني في التحامات وفي التدخلات بيلعبوا تقدر تقول كده بلغه الكره بغشوميه شويه. هل تتوقع ان الاهلي ينزل ضاغط عشان يعني يحسم النتيجه مبكرا؟ وهل تتوقع رده فعل مبكره من القطن الكاميروني؟ ولا سيناريو المباراه يا ايمن تتوقع يبدا ازاي؟ يعني بص القطن كده كده خلاص ما عندوش اي حاجه يبكي عليها، هو يلعب المباريات اللي جايه دي يعني بيكمل البطوله بشكل او باخر يعني، فدي ممكن تبقى ميزه معينه للنادي لان هم فريق زي ما انت قلت هو بيلعب يعني بحته الاندفاع دي بشكل قوي ما بيعملوش حسابات، فتقدر تلعب حتى على فكره ان انت لما تخطف الكره تعمل الهجمه المرتده بشكل سريع وبشكل انت في تمريراتك تستفيد منه. خلي بالك يعني يمكن في تحليلنا قبل مباراه المقاولين العرب تحديدا في قناه النادي الاهلي كنا اتكلمنا ان الفريق المقاولين بيعمل اخطاء كتير
وبيعمل ركلات جزاء كتير، فده ممكن مثلا النادي الاهلي يستغله بالمهارات الفرديه وبالسرعه. ده اللي حصل مثلا في اول دقيقتين في مباراه المقاولين، نفس الامر في ماتش القطن. لازم نستفيد بحته زي دي، ان انت النهارده ممكن بمهاره لاعب او بتكتيك معين كده بجمله سهله، حاجه من الاثنين، يا اما هتضرب الدفاع ده اللي بيلعب بشكل مندفع او بشكل قوي على المنافسين وتقدر تسجل، يا اما هتاخد ركله جزاء او فاول من منطقه قريبه بالمرمى تقدر من خلالها تسجل اهداف. الاهداف اللي كلها دخلت في القطن الكاميروني انت هتلاقيها اهداف، يعني اهداف سهله، يعني حتى وهو بيلعب خارج ملعبه مثلا قدام الهلال دخل فيه جونين، الجون الاولاني حتى هي هجمه مرتده عاديه جدا، الفريق بتمركزاته ضعيفه، الفريق الهلال قدر يسجل. في مباراه الذهاب مثلا الهلال سجل من فاول ومن تسديده من خارج منطقه الجزاء، فده بيقول لك برضه ان مؤشر الحارس، يعني الحارس عموما بتاع القطن الكاميروني مش افضل حاجه. فانت تقدر النهارده لو عندك اللعيبه يعني تتجرأ شويه في حته التسديد من الخارج، تقدر بشكل سهل جدا ان انت تسجل اهداف. يعني الفريق استقبل على ملعبه 3 من صن داونز واثنين هيتكلم استقبل على ملعبه 5 اهداف في المباراتين اللي لعبهم. فيعني كل الظروف انا شايف ان هي مهيئه للنادي الاهلي ان هو لازم، يعني ان شاء الله طبعا طبعا في الكوره احنا عارفين ان مفيش حاجه اسمها لازم، بس احنا بنتكلم بالشكل بالأرقام. الطبيعي طبعا بكل حاجه. النادي الاهلي ما ينفعش يرجع من جروه غير بال3 نقاط، بعيدا حتى عن نتيجه المباراه الاخرى اللي هي بتاعه الهلال وصن داونز، يعني ايا كانت احنا كده كده لازم نكسب القطني. اكيد ايمن، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعه والحديث عن مباراه القطن الكاميروني، وهي بالتاكيد هي مباراه الفرصه الاخيره.